بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الأول ثانوي ثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنرسم الطريقة العامة لرسم أي مضلع منتظم بمعلومية طول الضلع. بيجي راجل في المسألة بيقول لي أنا عطيلك ألف ب دوت 5 سنتي، أنشئ على الضلع دوت مخمس منتظم. مثلا هناخد المخمس والمسدس والمسبع والمثمن. ازاي نعمل؟ نمرة واحد، انا بجيب المسطرة بتاعتي تمام، وبقيس، بعمل طول ضلع زي ما هو طولي لو 5 سنتي، بجيب برسم ايه، برسم الف ب 5 سنتي، وبعد كده بقيم عمود على الف ب اسمه الف س. الخطوة التانية كده برضو المسطرة، او اجيب المثلث ايه الف س. بعد ما برسم الف س اقوم جايب المسطرة بتاعتي. احنا مشينا خطوة خطوة، ايه اللي احنا عملناه؟ انتقل عليه تاني. اول خطوة احنا عملناها جبنا القلم و رسمنا مين؟ رسمنا الف ب، صح كده؟ ده اول خطوة، اول خطوة عملناها مسكنا القلم رسمنا الف ب. تاني خطوة عملناها جبنا المثلث. بعد ما بخلص بقول للمثلث ده شكرا تمام، واجيبه تاني عشان انا اقيم عمود بالشكل كده، انصب بمين؟ انصب في الف ب بالظبط. يعني الف ب لو 5 سنتي يبقى 2.5 و2.5، تبقى العمليه معايا ايه؟ تمام. الكام خطوه دول؟ الكام خطوه دول هم دول اللي هنكررهم في 4 5 مسائل ورا بعض، خلي بالك. يعني عشان كده انا بركز عليهم، عشان كده انا بركز عليهم. فاول خطوه عملنا الف ب طوله 5 سنتي، بعد كده اقمنا عليه عمود الف س يساوي 5 سنتي برضو، وبعد كده وصلنا الف س ب تمام، نصفنا الف ب وقمنا منه ايه عمود. الخط ده يا اولاد اللي انا عملته ده قطع خط المنتصف في نقطه هسميها نقطه 4، وهقول لك ليه نقطه 4 دلوقتي. وبعد كده تقوم جايب البرجر تمام، بنجيبه البرجل، نيجي من عند السين اهي تمام، واعمل ايه بقى؟ وارسم ربع دايره، ارسم ربع دايره بالشكل ده كده، شايفها؟ اه. ربع دايره بالظبط اهي تمام. خلاص اقول للبرجل شكرا، خلصنا البرجل تمام. الخط اللي في النص بقى بتاع الف ايه اللي نصفنا بيه الف بيه، هيقطع الخط س ب في نقطة هسميها 4 تمام. والقوس اللي انا رسمته ربع الدايرة اللي انا رسمته هيقطع الخط ب في نقطة كام؟ 6 تمام. طب انا عايز ارسم مخمس ولا مربع ولا مسدس؟ مخمس. يبقى انا عايز اخد المسافة دي اقيسها بالظبط بالمسطرة كام؟ بالمسطرة كده اقيسها كام؟ مثلا 18 مللي، 18 مللي نصهم كام؟ 9. عند 9 بالظبط احط ايه؟ احط نقطه هنا واقول دي مالها؟ دي نقطه 5، دي نقطه 5. خلاص هو في المساله طالب مني ان انا ارسم ايه؟ ارسم مخمس بالطريقه العامه واعطيني ضلعه، يبقى انا بالطريقه ديت هركز في 5، اجيب صاحب الفخامه البرجل اهو، واقول له ايه؟ من 5 استنى شويه كده لألف، من 5 لألف وابتدي اعمل ايه بقى؟ وابتدي اعمل دايره، مثبته في 5 وارسم دايره، شايف شايف شايف، وارسم الدايره بالشكل ده كده. خلاص خلصنا الدايره دي كده شكرا، اقوم ناقل الراجل ده كده ايه بعيد شويه كده.
بعد ما رسمت الدايرة خد بالك برضو خط المنتصف قطع الدايرة دي فين؟ خط المنتصف ده في دال، ادي اول نقطة دال، يبقى دال وعندك الف وعندك ب، تقوم جايب البرجل تاني، اركز عند الف بقى، بفتحة تساوي الف ب، فتحة تساوي ايه؟ الف ب اهو، اجي عند الف ب واقيسها، واحاول ان انا اقطع الايه، واحاول ان انا اقطع الدايره في نقطه لتكن هي، حلو كده لتكن هي. طيب تعالى بقى نشيل البرجل ونروح لفين؟ عند ب، عند ب، واقول له تعالى معايا يا صاحبي ايه، واقطع لي الدايره برضو عند مين؟ عند ج. اذا الراجل اعطاني ج وه، طيب والخط المنتصف دوت قطع د، تمام، وانا عندي الف و، اجي بقى اوصل النقاط كلها، صاحبتك المسطره بقى جميله، تمام، انت موصل الف ب خلاص ما فيهاش مشكله، صغرها شويه ونقول لها ممكن بقى توصل لنا الف ه بالشكل ده كده، ممكن بعد اذنك توصل لنا الف ه بالشكل ده كده، هتقول لك عيني وراسي، تقول لك ايه؟ عيني وراسي، اهي وصلت. طب وممكن تروحي بقى توصل لنا ه بدال، تقول لك برضو عيني وراسي، هتسمع كلامك اهو، ادي ايه، اظبط الكلام، ادي ايه ودال، خلاص ايه هو ده. طب ممكن ده الجيم بعد اذنك يعني، هتقول لك حاضر ده الجيم اهو، تيجي هنا تميز سيادتك كده، انا بظبط الكلام لان ده على الكمبيوتر، ما هو السهل يعني، بوصل واجيب القلم، ها اقعد اقول ايه، ارسمي يا بيضة وصلي اهي دال بجيم، واخر حاجة هاخدها منك هو اوصل جيم ب بعد اذنك يعني بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، كده احنا خلصنا مين؟ احنا كده خلصنا المخمس، تمام؟ طيب وبنفس الطريقة هنرسم المسدس، تمام؟ بالطريقة العامة لرسم أي مضلع منتظم، هرسم أ ب وأقيم عليه عمود اسمه أ س، ولازم ألف ب يساوي ألف س، تمام؟ بعد كده أوصل س ب ونصف ألف ب وقيم عمود عليه في النص بالظبط، يقطع الخط المائل ده في نقطة اسمها أربعة، تمام؟ وبعد كده آخد البرجل أفتحه من ألف س، تمام؟ نفس الخطوات بالظبط، وأعمل قوس أو أعمل ربع دايرة، هيقطع الخط المتصف ده في ستة. هنا بقى اركز في ستة بالبرجل، بدل ما انت عايز مسدس، ها عايز مسدس تركز في ستة، تمام، وتعمل ايه، وتاخد من ستة الالف بالبرجل كده، من ستة لالف، وتقوم عامل كده ايه، ها ترسم الدايرة بتاعتك، ترسم الدايرة بتاعتك اهو بالشكل ده كده، طيب اهو برسم انا معاك اهو الدايره بالظبط، تمام، رسمت الدايره، ايوه يا مستر رسمنا الدايره، طيب رسمنا الدايره، ترجع تاني تاخد البرجل ده وتاخد المسافه من الف ب، شايفها كده الف ب، وتركز في ب وتعمل قوس، ادي لك الجيم ده،
وتركز في ألف وتعمل كورس يديلك مين؟ يديلك واو، يديلك واو. تمام؟ اركز في واو، اركز في واو واعمل كورس يديلك ايه. اركز في جيم كل ده فتحة واحدة اللي هي مين؟ اللي هي قلبي، يديلك دال. خلاص وصل النقاط، انت كده رسمت المسدس بالطريقة الايه؟ بالطريقة العامة لرسم اي مضلع منتظم اهو. لو انا وصلت بقى النقاط بتاعتي تمام، اوصل الف بب، الف بواو، واو به، ه بدال، دال بجيم، جيم بب، انا كده رسمت الايه؟ المسدس بتاعي. والطريقة ذات نفسها هي هي، هرسم مين؟ المسبع. يلا بينا، يلا بينا. وبنفس الطريقة هنرسم ألف ب، لما يجي يقول لي أنا عايز أرسم مسبع بقى، ما طريقة عامة أرسم بيها أي مضلع أنا عايزه. ألف ب 5 سنتي، ألف س 5 سنتي، أوصل س ب، يقطع خط المنتصف دوت في أربعة، أفتح البلجل ألف س وأقف في ألف وأرسم ربع دايرة، يقطع خط المنتصف في ستة، انصف المسافة بين اربعة وستة، اسهب المسطرة كده كام ونصف دي تبقى خمسة، اخد المسافة بين خمسة لستة تمام بالبرجل، واركز في ستة حدد سبعة. خلاص حددت نقطة السبعة تمام، تقوم جايب البرجل تمام وتركزه على مين؟ على سبعة، وتفضل تجيب من سبعة لمين؟ من سبعة الالف اهي، وترسم دايرة كاملة، دايرة كاملة اهي، شايفها؟ خلصت. وانا راكز فين؟ انا راكز في سبعة اهو، انا راكز في سبعة. طيب بعد كده هاخد البرجل واخد المسافة ما بين الف وب بالشكل ده كده، الف وب ماشي. وخد بالك بقى من الملحوظة اللي هقولك عليها دي، ترى المسبع ده، ده رقم زوجي ولا فردي؟ فردي. يبقى رأس المسبع لازم تبقى نقطة في النص هنا، نقطة تقاطع الخط اللي هو المنتصف ده مع مين؟ مع الدايرة، سميها اهي وانت وانت مغمض. لما تفتح بقى ألف وب اركز في ب تمام، وهتعمل ايه؟ وتقطع الدايرة في نقطة اسمها ج. طيب واركز فين كمان؟ واخد البرجل كده واركز في ج، وقطع ايه؟ وقطع دال. خلاص كفايه كده، يبقى من عند ب تعمل نقطتين. طب اروح تاني فين؟ عند الف. برافو عليك، برافو عليك، اروح عند الف اهو وحدد النقطه دي، شايفها الزين دي؟ ها واخد البرجل تاني واروح فين؟ ها عند النقطه الزين دي، وحدد مين تاني؟ ها وحدد واو. طب يا مستر انت ما حددتش ايه؟ وانا قلت لك بقى هو ده مضلع فردي تمام، يبقى ايه؟ زي المخمس كده، رأس المخمس لازم تبقى هنا، رأس المسبع لازم تبقى هنا، رأس المتسع لازم تبقى هنا. اوصل النقاط دي كلها ببعضها يبقى انا رسمت الايه؟ رسمت المسبع. تمام كده؟ خلصنا كده المرحلة دي؟ خلصنا المرحلة دي، وتعالى نشوف بقى متمن كمان ازاي يترسم. يبقى اللي هيفهم المرحلة الأولى يفهم الثانية والثالثة والرابعة عادي. وكده برضو هنبتدي مرحلة ثانية اللي هو هناخد ايه؟ هناخد المتمن، شايفه؟ ها ده متمن، ازاي نرسمه يا مستر؟ اقول لك استنى وامشي معايا واحده واحده. ارسم النقطه الف لب، خط قطعه مستقيمه طولها 5 سم، واقم عليها عمود اسمه الف س عشان يدي لك الزاويه دي كده. ها الزاويه دي قد ايه؟ قايمه 90 درجه، يبقى ده 5 سم الف س والف ب 5 سم. وصل س ب، اوصل س ب ب بالمسطره، وبعد كده اركز في الف ومسافه طولها الف س، اعمل ربع دايره، اعمل ربع دايره بالشكل ده كده، يقطعوا خط المنتصف فين لو انت فاكر؟ في نقطه اربعه ونقطه سته. طب نقطه خمسه دي لازمتها يا مستر؟ المسافه نقطه اربعه لسته دي لو قسناها لقيناها مثلا 2 سم، يبقى نصها كام؟ نصها
سنتي واحط نقطة خمسة، بعد كده افتح البرجر خمسة لستة، اقوم اركز اركز في ستة واجيب سبعة. ها هي هي نفس الفتحة اللي هي من خمسة لستة، اركز في سبعة وحدد مين؟ تمانية. خلاص خلصت تمانية تقوم رايح على طول تجيب مين؟ تروح تجيب البرجر، تروح تجيب البرجر بالشكل كده اهو. قول له اركز يا عم الحاج انت فين؟ اركز عند تمانية. طيب والفه لغاية مين؟ اجي عند نقطة الف اهو، اجي عند نقطة الف اهي، شايفها؟ عند نقطة الف، وابتدي ارسم دايرة كبيرة. طب انت ركزت عند تمانية ليه يا مستر؟ ما هو عايز متمن يا ابني. تمام؟ يبقى عايز متمن، اركز في تمانية وارسم دايرة كبيرة اهي. خلاص رسمنا دايرة كبيرة، شايف ولا لا؟ ها رسمنا الدايرة. طيب ارجع تاني اقوم واخد البرجل ده بطول المسافة اللي هي بتاعت مين بقى؟ ألف وب، عشان هيطلعوا الأضلاع كلها مالها متساوية أهو. أركز في ألف وب تمام؟ وأجي أقوم قاطع الدايرة في نقطة وتساكن جيم، أخد البرجل تاني أقف في جيم وحدد مين؟ وحدد دال. ها بعد كده أقف في دال وحدد، وحدد ه. تمام خلصت نص الاضلاع يمين، تعال بقى ايه عند الف اهو تاني، او الف اعمل ح وح تعمل زي. تمام واركز في الحرف ده تمام الزين ده، وحدد مين؟ حدد ورا. عمل لي كام نقطة؟ عمل لي 8 نقاط. اوصل الثمان نقاط دول يا مستر بالمسطره خلصت المتمن؟ اه والله خلصت المتمن. يعني هي دي القصه كلها بتاعت الرسم مضلع منتظم الطريقه العامه بمعلومات ضلع. ايوه رسمني بقى ايه؟ رسمني بقى مخمس ومسدس ومسبع ومتمن بمعلومات ايه؟ طول الضلع. تمام؟ طبعا اتمنى لكم التوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.